يعني راه الحي كله تهز على هذا الواقع ديال هذه الجريمه، يعني راه الحي كله يعني وكل شيء بقى فيه الحال، فهمتيني؟ واش غنقول لك الله يدير شي تاويل ديال الخير وصافي. هذا السيد شحال عنده هذوك الناس اللي يعني قتلهم شكون هما باش نقربوا المشاهد؟ يعني الناس اللي توفاو كاين الاب ديالو فهمتيني، هزو في حاله خطيره، ومرت الاب ديالو راه توفات على يعني ما كيقولوا الشهود العيان راه توفات، يعني لقاوها في حاله. فاش دخلوا كيفاش لقاوها؟ انا بغيت واش غنقول لك اختي، ما على حسب ما تيعاودوا الناس. هو من يرتكب الجريمه يعني شي وحده عيطات شي دريه عيطات للدراري قالت لهم راه من يطلعوا الدراري كيف قال لكم الاخ قبيله هيدا القى السيد مرصد عليه في شي بيت ودوك الناس مرميين في الارض. هادشي اللي كاين ديك الساعه عيطوا للسلطات وعيطوا لرجال الامن جاوا داروا اللازم ديالهم يعني وشدوا داك السيد اللي ارتكب هاد الجريمه. هاي واحد القضيه اللي بغينا نشيروا لها هو ان هذا السيد هذا راه من بليش ما كيتعاطاش شي حاجه ديال التخدير، يعني اي واحد سولته هنا في الدرب راه معانا وصديق ديالنا، يعني دوز ما عندوش سوابق بتاتا، وربما هذه هي اول مشكل غيوقع عليه في الحي كامل. ما عمرو الضارب ما عمركم سمعتوا كيف ما عمرنا بتاتا والو بتاتا. انا كيف قلت لك ظاهريا انسان الله يعمرها دار، إلا كانت شي حاجة باطنية راه داك الشيء يعني راه مشاكل عائلية وصافي. ضغوطات نفسية أو مشاكل في ما كنظنش فهمتيني، المشاكل العائلية راه حتى شي واحد ما مخصوص منا، وكنا عندنا مشاكل والله يدير شي تاويل ديال الخير. واخا نتوما كأبناء الحي كيفاش تهزاتكم هذه القضية؟ العشرة وشوف راه أي واحد غيتصدم وأي واحد مشيتي عنده أي مرأة أي راجل كاينين الناس كيبكيو كاع فهمتيني، كاينين عيالات بكاو كاينين الرجال هما دابا تيبكيو هاو كيعرفوا مزيان، يعني راه جريمه راه ماشي غيتهز لها الراي العام، وانما راه هذوك الناس ماتوا الله يرحمهم فهمتيني، الله يرحمهم والله يرحم جميع اموات المسلمين. وواحد القضيه اللي بغيت نقول لك اختي هو هاد الناس هادو اللي مبليين الله يعفو عليهم، الناس اللي عنده شي مشكل الله يدير ليه شي تاوي. حنا كمغاربه اول قبل ما نكونوا مغاربه كمسلمين، يعني هذا الشيء راه كيمشيني كيضر في القلب، سواء وقع هنا في الحي الحسني، سواء وقع في التشارك، سواء وقع في حي المحمدي، سواء وقع في اي منطقه في المغرب. يعني اش غنقول لك اختي، الله يدير شي تاويل هذوك الناس الله يرحمهم والله يرحم جميع اموات المسلمين. اخر كلمه في حقه وهذاك السيد فهمتيني خصهم يعرضوه على طبيب نفساني سيد خالد يدرب زوين فهمتيني. احسن شوف المغرب كله زوين اخويا، اي درب مشيتي كتلقى ناس زوينين وكتلقى واحد ناس، يعني حنا دابا حاليا ما بقيناش كنسمعوا غير جريمه سيد خادير ولا حي حزاني، وليتي كتجمع وليتي كتسمع جريمه وليتي كتسمع جريمه في اسفي، وليتي كتسمع جريمه في تشارك، وليتي كتجمع في جديده، يعني هذا الشيء راه ماشي عنده علاقه بواحد المدينه او بواحد الاشخاص معينين. يعني حنا اللي كنتمناو الله يصلح هذه الامه والله يدير شي تاويل لهاد الشباب كاملين، اللي مريض ولا اللي عنده شي مرض الله يشافيه، الناس اللي كدير المخدرات، الناس اللي مبليه الله يعفو عليها. وكنتمناو من فهمتيني من السلطات وهادي يشوفوا في هاد الشباب ويديروا لنا واحد فهمتيني، يديروا سونترات الكره، يديروا سونترات فهمتيني، يديروا تحاولوا تعاونوا مع هاد الشباب. دري بخير عرفت عليه في الاول خير بانه راه مرض، انا بقى شي واحد السنين تقريبا 3 سنين و4 سنين بقى نشوف لانه هاد الدري راه مرض، هاد الدري راه بخير وحق الله العظيم الله 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 يفرجه وصافي بزاف بزاف اختي، ما لا ما تصورش وحق الله دري درويش دري درويش من بلي ما وحق الله العظيم. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ايام 24 عيونكم التي لا تنام.